أهلا، صحة صحة يا بابا. نوم العوافي بخير. والناس اللي عايشة صديقي سوا. يا مدوش، والله ليك وحشة فيه. هاني توا شديد الطريق يا بابا. يا مرحبا، شرعة الليلة مالك. حتى أنا عطيتك كونجي مدة طويلة صديقي. ما أعرف صاحبي، تشوف الليلة. يا سيد روحك فرير وسيد روحك. هاي إن شاء الله. مش مصدقة عم محسن ميت، لازمكش تسكت عليها الحكاية. وليش تحبني نعمل يا سي؟ بابا الله يرحمه توفى، صعيبة على الاخر الحكاية. ودي اليوم ما عندك ينكوز موت بوكو، راه حكاية كبيرة. راه أنا نقول لك بابا توفى وكمل، واحنا شنو باش نجمو نعمل؟ في تونس رانا نعيشوا، بس شبيك يا اخي؟ يتحمل مسؤوليتك بوك، ما مستقطع قلبي يا راه. تجي نهار تيقطع لك لي المصيف. ان توكا مش وقته جمله الكلام هذا. يعمل لك. وين هو مروان؟ مروان هذاك متملح جمله، مش يشوف في اموره. مش قلت لك راهي صعيبه على الاخر؟ بيسمعني انا راهو الدار تردوني ولازمني نرقح. صلي على النبي بس. هاك استوديو وقعت فيه قد ما تحب، حتى لين ربي حل. عايشك سيف. على خير. باي باي. على خير، رجعوا دروسكم. مدام روضة، نجم نحكي معك شوية؟ تفضل سي سافر. يزيني عاد نحكي سي سابري. هاك انت تقولي مدام روضة. انا طبيعتي حشام. ما تظهرش. لا لا يا حشام، في الحقيقه حبيت نقول لك اللي ندمت برشا على الكلام اللي قلته لك المره اللي فاتت. تي لا يا راجل، ما بيناتناش. تعرفني نحترمك، اون بلوس عندنا سنوات راهو نقريو مع بعضنا تو. صحيح سنوات، اما عندي احساس اللي احنا ما نعرفوش بعضنا. محليك نقصد عمري ما ريت امرأة ذكية وقوية كيفك. فيك حاجة مختلفة على الزميلات الكل. مرسي صبر. ما تغششش من كلامي؟ انت قلت حاجة تغشش يا اخي. قاعد نقول في كلام حلو لمرأة معرسة في وسط الليسيم. الكلام الحلو ما يغشش وين ما يتقال. اون بليس ما كنت تقول لي انا امرأة ذكية ومش كيما نسى الاخرين اللي عرفتهم. هذا متأكد وزدت أكدت منه. تحب نشرب قهوة بعيد عن الليسي اللي مشي البلاسة؟ برمج وقل توا في ساعة باقي ومشيت معك. سي سافر، يا سي سافر. السلام عليكم. الحمد لله لقيتك. اللي سافر قلت راه روح، حاجتي بيك في موضوع مهم. بعد إذنك عند مدام روضة. تفضل سي جابر. أي تصبح على خير. ليلتك زينة. تفضل سي جابر. لهنا في البيرو بعدايا. ها إلا اللهم باش تشيك مدام روضة. لا لا، ما مدام روضة ماناش فرد ثنية. مالها هي مع البيرو. أي تفضل تفضل. مدام روضة. وي
مدام راهو تهاولو عاود كراسة عاود روسو الكل. تراه شوفي عيبي يعطيك الصحة محلاها كراستك تونس هذي؟ هاي هاي كسلكت سلكت كراسي لحنينة مدام والله مزيانة هاي خو منا مدام معاش باش تخرجني؟ لا عايش هاي على خير على خير رجع دروسك مليح هاي سي سابرتاز مرحبا تفضل سي جابر شال خير لا ما ثم كان خير نحن ما هو في اطار الاصلاح التربوي ها ماك تعرف ثم حاجات مطالبين بها مراسله ماشيه مراسله جايه من الاداره الجهويه يا سي جابر النوادي يا سي جابر شويه ترشيد للتليم ذات يا سي جابر كذا انا بعثت لهم مراسله جاوبتهم قلت لهم راهو الاستاذ صابر باش يشد لي نشط لي الشعر ما نلقاش خير منك بصراحه وانت تعرف الكلمة يا زي صابر الكلمة لا لا سمحني أنا مختلفة معك يجيش البالك اللي أنا نختلف معك ما عندي حتى شيء ضد الشعر أما أنت تستهين بالفن والخلق والإبداع وتصنف فيه حسب ميولاتك الفكرية والأيديولوجية جايبني توا تحكي معايا في الموضوع هذا يعني وقت الناس كل خرجت كأنه أنا وياك نحكيه فيه بسرقة موضوع مهم كيف هذا في عود ما تطرح المسألة هذه قدام الأساتذة الكل ونعملوا استراتيجيات عمل ونشوفوا إيش ينقصنا إيش يزيدنا والتلميذ شنو الحاجات اللي تنقصه هكاكا وأنا وأكثر من زميلة نحرايك أكثر من مشروع وأنت بالنسبة ليك القافلة تسير والكلاب تنبح هاو المشكل هو في مطروح يا زي صابر يا زي صابر والله قدك سباتيك ساعات يظهر لي فيك انا ما عنيش مالي عينك يا زي صابر وقعد تحكم على كلامي باشا تعسف انت لو كان ليك تعو نحيو البرنامج بتاع الدراسة كذا والقراية نحيو على جنب والكل هنعوضوها بالتنشيط والمسرح والرقص والتربية التشكيلية وما الى ذلك منك الروايق واحد والقراية يجيبها ربي شوف انا مختلف معاك اختلاف جوهري ويظهر لي باش مازيدش نختلف معاك اكثر يزمني استاذ مختلفة معايا ولا عندك في شكون تستنى يستنى فيك البرة قالوا مختلف مختلف المختلف منكم والبلاد مشات ملا اللي تمسوا تسمع حسوا بالاختلافات والاختلافات كنت حاسس اللي أنا باش نلقاك هذه ثاني مرة اليوم تغلط فيه مش قلت لك باش نعملوا قهوة قعدت نستنى فيك يا سيد المدير حاب يفزدنا البرنامج وانا ما خليتوش أي وين تحب نعملوها القهوة؟ وين تحب أنت؟ ندوشو لندوشو عزيزتي وينك وينك ما تقوليش وصلت عاد ليه بابا جست حبيت اقول لك اللي انا فلت الطياره تاع برلين ما تقلقش روحك تسلك اموري من قلبك او لا لا وحلت في برلين هاي عزيزتي وقت اللي تاخذ طياره قبل ما تديكولي كلمني باش نستناك في المطار كالعاده ويجا فيسع فيسع راني مستاحشك مستاحشك بابا مستاحشك حتى انا بابا تشغي وين ليندا؟ كالعادة وصلت لتونس وما لقيت حتى حد يستنى فيا في المطار. سي با غراف كلمهم تو يجيوك. ما حاجتي بحد باش يعرف. باهي على كيفك. شنو برنامجك؟ نحب نمشي نرتاح في دارك تاع لاك. شوف كيفاش ديباني روحك الليلة في بيت وتير. وغدوة تو نكلمهم يحضروها لك. اوكي. جو حاجتي بشوية مور. رتح بدنك مش خير اما انا عايش خويا تشو قلت لك الف مره ما عادش تقول لي خويا انت كل شيء في حياتي اش تحكي كلمتك عن نمرك الفرنساوي يا اخي انت في باريس انا في براغ اوكي هاي باي
عسلامة. عسلامة. كسب وبكله بعدنا. ميرسي بور لي فلور. شافوك حاجة سي مومو؟ لا عايشك. نحب نحكي شوية مع المطربة الكبيرة اللي تكبر علينا هالأيامات ومقينتها. لا متكبر ولا شيء. جي با المورال وكا هاو. واحنا شنو ذنبنا؟ والجو والجمهور. الكباري عاد سكر مدام. الناس تجي على خاطرك. تعب ما عنيش باش نغني. ماني جاي الكباري. لا تجي. مادي حطاني على الكباري. عنده بيعة وشراء مع المعلم. وانت حاطينك في اللعبة. ما تجيش تبرك الخدمة. يطرد مومو. ويركح الجو العمر مادي. شنو هي الحكاية؟ في بالي شبه. قلت لك تعبة. بنتي عاملة فيها وقاعدة تضيع مني. نحب نقعد في الدار شوي. هذه خدمة سهير. وإذا أنت تكمل مع جماعة قول لي يا صديقتي. عندي راني الحلول. وأنت تعرف قداش من بوغ أمي تتمنى تغني معنا. زيتش من البلاد نتاعك توا. تخاف فيا؟ تحب تعرف قداش من كباري يتمنى النومرو نتاعي؟ معناتها ماكش ناوي تجي تغني الليلة زادة؟ باش تطول في الكونجي؟ الليلة لا. ممكن غدو. باهي سهير نستناك غدوة ولو كان باش تغيب كلمني قبل بربع ساعة. اش تقصد؟ معناتها في ربع ساعة نجيب غيرك. اوكي ميلا جيب غيري من تاو. ما تنساش باش تسكر الباب وراك. حقا مو فكرة مهدي باش يشد الكباغي فكرة حلوة برشا مش خايبة حتى طرف. صح عليك. هيا ليلتك زينة. وفي جيب كل باز جيب. Mm-hmm.